انت قاعد تشتغل ما حد يعطيك وي، هذا يسك الباب بويك، هالمنتج يقول لك لا، هذا المسرح يقول لك ما نبيك. إيه؟ يعني انا عن نفسي وايد قاسيت، وايد عانيت، وفي بعد قدام وايد انبكت، تلقاني يعني حتى ابيع سيارتي عشان مثلا اسوي فيديو كليب ولا كذا. ونافين هابن هذا راح نتكلم عنه سيد، راح نتكلم عن دعمه. انا نتكلم عن المسرح صح. أيه؟ بس قبل لا تسال سؤالك بسالك، حكينا عن المهرجانين اللي سويتهم. 2010 كان مهرجان الصيف الثقافي بالكويت، مجلس الوطن للثقافه والاداب. الحمد لله نفس اليوم خلينا الاعلان ينزل، وما كان لاحظين شيء، بس يعني سيد الفنان سيد النور كلثوميات، المسرح فل. انا ما كنت اتوقعه حتى من خوفي، شفت المفروض تبدا الحفله الساعه صور 8، شفت المسرح فل، انحشت داخل الغرفه وبلشنا 8:30. خفت، انا خاف من الجمهور. في صلاله كان 2011 السنه هذه شهر 7، كان دعوه من بلديه صلاله ما قصروا. لما صارت ليله الحفله، لان سويت بروفتين وهذا العدد جدا ضئيل بالنسبه لي، وخصوصا اول مره اغني على المسرح الاطلال بروفه واحده، شلون؟ مو متفق مع الفرقه عدل، فاخاف. ليلتها رحت المستشفى، ولو تشوفون الفيديو مال صلاله بتلاقي ايدي هني زرقاء درب من خرعه. قلت لك شوفوا لي حل، انا ميت من خرعه. فلما صعدت المسرح لا شفت شيء ثاني، وحتى لما صعدت المسرح وشفت هالجمهور 5-6 ادوار، شلون بغني لهم هذولا؟ شلون بخلي ابيهم يحبون ام كلثوم؟ ابيهم يحبون صوتي شلون؟ فمقدمه انت عمري قلت حق عازف القانون، قلت له تعيد. قلت له مش هعيد، قلت له تعيد مش هغني. قلت له مش هغني، انا ما اغني طالع شيء. قلت له مش هغني على المسرح، قلت له مش هغني، تعال انا بعيش الجو، انا مقدمه انت عمر، شلون اخلي لهم 8000؟ صح. فاللي قدمني قال صوته غريب من كوكب الشرق وشي شي. ولو بتشوفون الفيديو، اول ما قلت شويه مغمض عيوني، فقلت رقعوني عينيك، فلما قلت كان اسمع صراخ بطلت عيني، طبعا داخل الرياكشن تو ماتش، بس برا على وجهي الاقل بطلت عيني، في شيء يقول لي كمل مالك شغل بحد، لانه بس صح تنفعل خلاص يفلت الزمام. من الكلام اللي سمعته من اهل ام كلثوم، يعني لما قعدت معهم وكذي، كانت تخاف من الجمهور اللي على المسرح او ترتبك شويه قبل ما تطلع؟ حرام، ام كلثوم كانت عندها الغده الدرقيه، كانت اذا تعرق يصير جسمها بارد، احيانا نطيح، احيانا نطيح من التوتر. اي سالفه تقريب الصوت اللي بغيت اذكره، الله يرحمه عم ممدوح، رحت لعرس ولده، فكان معترض انه يتبنون صوتي، فاتذكر بالضبط الله يرحمه، هو توفى تقريبا شهرين او قبل رمضان بشهر. فرحت عرس ولده اللي موجود الاصفر في الفور سيزون، فكان اقول له، عرفت على نفسي، فكان اقول له اسمع، اتذكر عندي تليفون في ميوزك ماله حلو، سمعت الرضا والنور، كان التسجيل الوحيد اللي عندي اللي اقرب شيء حق ام كلثوم. يقول الله يرحمه. قلت له مين؟ يقول خالتي. قلت له بس دي مش خالتك. تقول زين مش خالتك. انت تحب تسوي هالمغلب بالناس؟ لا ما احب اسوي، لا بقول له اسمع، عشان اذا قال حلو اقول انا، اذا قال مو حلو اسمعني بالضبط. فتقول الله يرحمها خالتي. قلت لها مش خالتك. تقول يا ابني خالتي، عاد تعرفني صوت خالتي؟ قلت له والله مش خالتك. تقول انت عيل ما تحلفش، 33 سنه انا عايش معاها وتقول لي مش خالتي؟ قلت له اقسم بالله. تقول امال دي مين؟ قلت له ثاني حتقولوا دي مين؟ ده راجل. راجل؟ قلت له والله راجل. مين؟ قلت له انا. انت اوعك تكون اللي ابراهيم قال عنك. ايه ذكرك. يا ابني انت صوتك حلو، انا مستعد اتبناك واروح معاك الكويت. وافق. كان حسباله شيء ثاني. كان حسباله شيء ثاني. ايه وبعدين القصه فعلا السريه في التبني، ان سيد نور مو بس صوته، سيد نور عنده فكر فني. الفكر الفني زين. انت انا بتحكي عن سيد نور مو عني انا. اي اوكي. احنا سمعنا انك تبي تتخصص بنشر وتدريس ثقافه فن الانشاد وغناء الطربي. شلون هذه الشغله اللي تسويها؟ طبعا انا عندي يوم الاحد دوره راح تبلش، ولاول مره للنساء فقط، لان حبايبنا الشباب ما يحبون، ما ادري ما عندهم وقت ولا بس كافي عليهم الرياضه الجسديه او هذا. الدوره هذه اشتركوا لان البنات قالوا احنا نبي ناخذ راحتنا ونبي نتعلم. فانا بالنسبه لي اذا كانت الدوره مفصوله بنات وصبيان، راح يعطيني مثلا بدال لا تكون ساعه تريننج فويس، الساعة راح تنقسم نصين، نص حق البنات ونص حق الشباب، لان هذه طبقة وهذا طبقة. فلما تصير حق البنات راح اكون في خط واحد مو خطين.
فراح راح تكون الساعه كلها حق البنات، واذا كان معهم طبعا طفل، لان صوت الطفل والمراه هاي وصوت الرجال. يعني انت راح تخصص الدوره بالدوره هذه مالتك يوم الاحد ان شاء الله بس حق البنات ان شاء الله. الشباب في هل دوره ثانيه مثلا راح تكون مثلا حق الشباب او انه؟ والله للاسف الشباب اللي يتصلون يسالون يسكون الخط فيعني لا ويسمعون كم المبلغ؟ هم 12 ساعه وانا هم يعني ناوي اني ازيد وممكن يكون اكثر من 12 ساعه، فلما اقول 150 دينار مو كنا اوفر؟ حبيبي ليش اوفر؟ انا بعطيك خبره 12 سنه، ولما اقول اعلم كلمه هذا، لما اقول انا بعطي اعطي كل شيء بحيث انك انت ممكن تستغني عني خلاص. ما في مدرس موسيقى لما تروح طبعا الساعه ب 20 دينار اضرب ال 20 ب 12 كم يطلع؟ انا بعطيك بسعر اقل ثاني بجرئك بخليك تغني قدام الكل وانت ما تخاف تغني صح. شوف انا اعلمك لما سو احنا هذا اللي صوته مو حلو احنا بنقول له وين جماليات صوتك؟ بالضبط. اتذكر يعني في امل اذا جيت يعني دشيت الدوره. انت لان تتعلمين من الزيرو. انا خليت نحله تقرصني على الهواء على بسبه صوتي حلقه من الحلقات، خليت نحله تموت برقبتي وللحين مسخنه ترى الحكي صار له اسبوعين. ليش؟ للحين مسخنه. تبي على اساس العلاج يمشي ابي صوتي يصير شويه ناعم يعني انه هو شوف التريننج فويس مو بس حق الغناء، حق في ناس مثلا صوته في بحه او ما يعرف يتكلم راح يقوم له والفونوتكس والتجويد والتون نفسه. متى دورتك؟ انا بديش دورة صوتك إيه متى ومكانها؟ انا خليت نحله تحكي. انا ما اقدر اقول مكان انا اخاف هذول يهجمون علينا ويبطلون، والله اقول لك حرام وخرابيط ولا اشياء. احنا هذه مو دور لتعليم الغناء والهشك بشك والواوا واشطح واشلح. انا ما استحي. حلو انت كذي بالسليم. اي احنا جايين نعلم الناس ثقافه فنية شرقية، سواء كانت إنشاد اللي يبي يتعلم إنشاد يبي يصير منشد، أو اللي يبي يتعلم غنى شرقي، لأن هم خط واحد، هذا بإيقاع وتمبو ونغم وهذا كذي، لكن أنت راح تشيل منه النغم. والحلو اللي قلته سيد النور أن أنا شو الفائدة مثلا أعطيك درس موسيقى ساعة بروحي بيني وبينك، آخر شيء تقوم تخاف تغني قدام الناس. أنا صارت وياي حط لك العود أو البيانو وقول قول قول وبعدين تروح ما فاهم شو السالفة، ما فاهم أنا وين صوتي؟ أنا وين قدراتي؟ وأنا شو الحلو فيه؟ هذا ليفل ستيج 1 يعني هذا ليفل 1 و 2 ممكن نقول، لكن اللي بعده راح يكون التمارين اكثر والفكر عاد انت ومجهودك واجتهادك. انا بالنسبه لي اكثر من 12 سنه قاعد ادور وانبش كل يوم 8 ساعات اسمع حق ام كلثوم واقرا عن ام كلثوم كل يوم 8 ساعات. صح هذا شيء. رحت سافرت مصر ولبنان وعمان والى اخره ادور على هالفنون. الحمد لله في في في, في عمان انعرض علي من بروفيسور مسيب الخير البروفيسور انا اني ادرس في امريكا الغنى الشرقي. رفضت؟ ليش؟ رفضت؟ لا ما رفضت بس ما ادري هم طبعا هم لونج يعني هو تخطيط ما لهم اكثر ممكن السنه الجايه ممكن يصير ممكن ما يصير بعدين انت لازم تروح امريكا ولازم فيزا ويوافقون وهذا شيء منه هو زين. سيد نور على طاري ان انت راح تدرس العالم وتعطيهم كلاسات وشي هذا، شنو انت عندك شيء انه يكون مثلا موثق ان انت والله هالشخص هذا لما راح تعطيه انت الكلاسات ليه يخلص مثلا الليفل ال 12 اللي 12 ساعه انت عندك راح يصير مثلا هو عنده شيء موثق انه على مستوى العالم العربي ان انا والله الحين انا صرت بروفيشنال اقول موشحات وبنفس الوقت ان انا اقول انشودات يعني اسلاميه وهذا بطريقه ان انا صدق ان انا والله خذيت شيء معتمد فيه. لا شوف محمد عبد الوهاب الله يرحمه استاذ محمد عبد الوهاب لما واحد قال له انا عايزك تشهد لصوتي. قال له شنو يعني اشهد حق صوتك وليش؟ سمعني. فقال له عشان طبعا كان نشوف الفنانين ذاك اليوم الحكي بالسبعينات والثمانينات شو يقول له والله عشان عايز اجيب عربيه والتليفون تليفون في البيت عشان البنات يحبوني والجمهور. قال له عمر لو انا وكل الفنانين الكبار يشهدون حق صوتك ما راح تنجح، راح تنجح هني لما تصير عندك فكر فني ويصير عندك اجتهاد في العنجره. بسال اليوم عندنا مليون فنان زين اربع خمسه اللي تعدهم وانا اعترف فيهم اصاله رقم واحد هذه صوت انبليفبل كصوت انا بالنسبه لك اللي موجوده رقم واحد واثنين واحد البحري المواهب الباجيين وين اصواتهم؟ واذا عنده صوت ليش مو ممرن؟ شوفه يطلع في كل يوم 500,000 كليب 500,000 حطه لكن وين الصوت؟ هذا تشوفه ما تسمعه. محمد عبد الوهاب يقول المطرب الحقيقي هو من تسمعه وتستغني بسماع صوته عن رؤيته. اليوم الفنان لا لازم تشوفه وتشوفه ينط فهو يسميه مطرب جست او المونولوجست نفس اسماعيل ياسين يضحك الناس يقول لازم يحرك عيونه و... فهذا اليوم صرنا كلنا ادري سيد نور بس انا ابي يعني سؤال إيه؟ انا بجاوبك اقول لك ان انا ما اقدر اقول لفلان
صوته كذي، انا اقول ان هذا فلان اجتاز معاي 12 حصه وبامتياز او بمستوى كذا. اذا انت تعتد في سيد نور انه صوته وعنده خبره كافيه انه يكون منشد وموثق، يعني ما في شهاده مثلا موثقه شهادة او شهاده انك انت يعني شفوي انت تقول قدام الناس اللي كانت معاه بالكلاس بس هذا ان انا طالع منه يعني سيد النور. منو سيد النور؟ سمعوا اغانيه، سمعوا شوفوا شنو عنده يعني. ما اقول لك أنا على فكره ما درست مع حد موسيقى، ام جفتت الحمد لله شكر الله الحمد لله. ما درست في كذا، الدكتور الوحيد اللي درست الدكتور حميد الهباد الله يمسيه بالخير عميد مع الموسيقى، درسني حصص في علم العروض الشعري. ما حد درسني غنى هاو تو سينج، ما حد. وتريننج فويس عند دكتور امير الناصر الله يمسيه بالخير اللي اعطاني. يعني سيد انت اسمك ما اخذت اسم من احد، ما اقتبست اسم من احد، انت نفسك سيد النور اللي هو احنا قاعد نقول لك اللي صوت ولا مكتب. واحد دفعني وانتج لي ولا حط لي ولا ابدا كلش عافيه. بس احنا في عندنا فاصل راح نرجع راح نغني وفي عندنا بعد كم سؤال حقك ان شاء الله. يلا مشاهدينا ناخذ فاصل ونرجع تسخين. ردينا معاكم شباب وبنات، طبعا كنا قبل الفاصل قاعدين نتكلم عن الدوره اللي بيسويها سيد نور ان شاء الله يوم الاحد. بس ابي اذكركم بطريقه، اذا انتم تبون تشاركون بهذه الدوره في طبعا اذا تبون تعرفون معلومات عن سيد النور اكثر عندكم www.s-النور.com هذا الموقع. واذا تبون تشاركون بهذه الدوره في الرقم 396-4015. مره ثانيه ارد اعيده 396-4015. وهم لتويتر يقدرون يشاركون عليه. إيه في التويتر والفيسبوك نتواصل فيه. وإذا تبون تواصلون وياه عند حساب بالتويتر @سيد النور ورا بعض @سيد النور، واللي مو عارف خيدش بروفايل نواف مسوي له فولو مسوي له فولو تلقون سيد النور اللي ما عارف بالسبيلينج. زين سيد قبل لا نخوض على قولتهم بغناء نفسك، ابي اعرف بالاضافه اللي انت مطرب راح اخليه يغني اصلا لا تخافين، بالاضافه ذا مطرب في شغله يمكن الناس ما تعرفها او وايد ناس ما يعرفونها ان انت مؤلف ولك وايد اشياء مؤلفها. زين كلمنا عن هذه الشغله شلون صارت وليش ما قمنا نشوف كتبك يعني على قولتهم تشوف النور بما انت اسمك سيد النور. اول كتاب الفته عمري 17 سنه اسمه جنه الانسانيه في ترجمه شخصيه دينيه، وهذه الشخصيه لها وايد تاثير على حياتي. و من بعدها قمت اكتب خلاص مشت ايدي، مع ان انا ما احب الكتابه وعسماوي بعد. فكتبت الى اليوم 29 كتاب ما شاء الله. ما شاء الله. فمن مختلف المجالات، كتبت في الفلسفه وفي الدين وكتبت في الموسيقى كتابين بس ولا كتاب طلع. سوري لما اقول العرب ما يستحقون لانه ما يقرون. ايه عطهم يشوفون بورن كليبس، عطهم اشياء كذا. They are not into reading. بس مو كل العرب ما يقرون ترى، بالعكس في عرب. إذا أنا أطبع 1000 كتاب وياكلهم الدود؟ لا تطبع الكتاب، تقدر تطبع 50 كتاب. زين أطبع كم نسخة ووزع؟ يعني أنا أحب بالإنجليزي. وإذا أنت حاسس إن الغرب هم اللي يحبون القراية والعرب، حتى الأغاني عشان كذي، حتى كذي الأغاني يعني جاتني العام مخرجة أمريكية تبي تسوي لي عقد 50 سنة. قالت والله ما راح أبيع ولا شيء هني. فهذا اللي خلاني أكنسل. ليش؟ عشان تقول لي ما هني ما they don't like. لكن زين انا ما اقدر اروح برا وما اعرف شلون اتفاهم مع مثلا شركه انتاج او موزعه اجنبيه ولا كذا ولا هذا، احسن لي احفظ لي حقوقي وان اسجل كل مؤلفاتي في الكونغرس الامريكي. هني تحط اي شيء بعد 5 دقائق ينباق. يعني فيروز لما العام نزلت اي في امل ثاني يوم نزل في اليوتيوب، ولا ورده ثاني يوم في اليوتيوب، ماكو حقوق. حلو سيد انت يعني راح تستمر معنا لنهايه الحلقه وراح نسمع صوتك بعد يعني نهايه الحلقه. بس الحين في ميمي الظاهر عندها تقرير يعني حق الاغاني وشيء كذي صح؟ عندها توب فايف اليوم. ايه في نتائج التوب فايف. طبعا انتوا اخترتوا النتائج طلعت انزين. الحين بس في شغله انه من اليوم ليوم السبت عندكم ترشحون 5 اغاني بس بليز الاغاني ما تكون قبل شهر 10، يعني الاغاني تكون كلها اصدارات جديدة. شهر 10 جديده حق المغنيين. عندكم 5 اغاني خليجيه تقدرون ترشحونها حق يوم السبت. بس خلونا نشوف الحين نتائج الاسبوع اللي طاف اللي كانت مالت التوب 5.